أو قتلتم لإلى الله ترجعون.
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا
ماشي في المصحف هذا مصحف في كل مصحف في باش المصحف هذا الثمن بتاعه يا خالي خلص مش الأغلب معناها هم عملوا طبعة جديدة القانون في تونس بدلوا بها الأثمان بعض الأثمان بدلوها على عصر المعنى هذا اللي قيل لنا أن معناها مراعاة المعنى وكذا بدلوا أثمان جديدة فالشيخ مراد ولا هو يعني في المهنة بدل المصاحف الجديدة طبعا على كل حال بس ويظن حتى المعنى كان يكمل الآخر يا شيخ ولا والله على المرة الجاية المرة الجاية أقصد أقصد معنى اثنين في عالم هم سوز الأثنان سوز أصحاب والله أعلم متى أصعب من شيء اللي عملناه الآن أصعب من شيء على كل حال كلام معنى تقبل أصلا فيشكون لي في عالم أبدأ برس تسعدون أولادنا أقرأ المستقبل التصعيد ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا حزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل ذلك الله حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم والميت الزائف بعد حرف الفاء الظالم والعكس أنا أقول أشد بالظالم لابد أن ننتبه لها أكثر من الأعلى بعد الفاء ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله بصير بذات، والله عليم بذات الصدور. أبو توصل إذا كان حاضر جزء توصل. شنو رأس الآية؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله خير مما تجمعون لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. تحب النص الثاني؟ ركزوا على النص الثاني، اقرأوا النص الثاني. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ولا تكن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنكم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.